أهلا وسهلا بكم زملائي مجددا. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مشكلة مهمة، وهي أنا معلم حديث التخرج، تعينت في تعليم اللغة العربية في إحدى المدارس أو المراكز. ماذا أفعل؟ لا سيما أن الطلاب الذين أدرسهم كبار السن. أولا أشكركم على تفاعلكم مع هذا السؤال، فقد أبديتم وجهات نظر جيدة جدا. ودعوني أقسم إجابة إلى قسمين، القسم الأول هو التعليم العام، القسم الثاني تعليم العربية لناطقين بغيرها. ودعوني أبدأ بالتعليم العام. إذا كنت أخي المعلم حديث التخرج، ولكن لابد لك من عدة أشياء. بالنسبة للمادة الدراسية لابد أن تجهزها وتحضرها بشكل جيد جدا جدا، حتى تستطيع إقناع الطلاب بأنك معلم جدير بهذا المكان. هذا مهم جدا. وتبقى المشكلة الثانية، مشكلة فرق السن. إذا كانوا طلابا في الثانوية مثلا، فيمكنك أن تستوعبهم، عاملهم كأصدقاء لا كطلاب عندك، لأن الفرق بسيط في الحقيقة. هذا هو طريقك الوحيد، أن تعاملهم كأصحاب مع الاحترام، تمزح معهم، تتكلم معهم، تشاركهم في كل شيء، لكن هناك حدود للعلاقة بينهم. كم من معلم كان يدرس لطلاب كبار، كبار السن، كبار المقام؟ حافظ على بعض الأشياء، منها منادات هذا الطالب بلقبه. فإذا كان مثلا أستاذا أو طبيبا أو مهندسا، فلا بد أن تناديه بما يحب هو. خيره في بداية الأمر بما أناديك، هذا مهم. الشيء الثاني أن تتقن مادتك بشكل جيد، لأنك لو لم تقنعه حقيقة، خاصة طلاب الغرب، لن يقتنعوا بما تقول ولن يحترموا هذا الدرس، بل ستقل في نظره. لذلك لابد أن تجهز درسك ولو كان في المستوى الأول المبتدئ. شيء آخر، عليك أن تتعامل مع هؤلاء الطلاب بشكل احترافي، يعني لابد أن تشاركهم الدرس، تعاملهم بثقافتهم وهكذا. Thank you.